مشاهدينا لليوم نتحدث عن الغذاء الملكي البلدي الأصلي وأيضا تأثيره على النمو والتكاثر مع الأستاذة عبد الله عقدي المتخصص بإنتاج الغذاء الملكي. من لك سعد صباحك أستاذ عبد الله وأهلا وسهلا فيك. أهلا صباحكم. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. صباحكم. بصباحنا لليوم. الله يسلمكم. أستاذة عبد الله اليوم بنخصص حديثنا يعني من منتجات العسل الطبيعي مثل ما بنعرف، حكينا بشكل عام بحلقات ماضية، لكن اليوم بنتخصص بالغذاء الملكي. ما هو الغذاء الملكي؟ خلينا نتعرف عليه. صباح الخير لسوريا. صباح الخير لأهل سوريا. صباح الخير لأسرة قناة أوغريت. أهلا وسهلا. بالنسبة للغذاء الملكي، الغذاء الملكي هو عبارة عن مادة سميكة القوام، لونه أبيض كريمي، ينتجه النحل صغير السن، يتراوح أعماره من 5 أيام لل 15 يوم عن طريق الغدة النخامية والفكية. نعم. بالنسبة لإنتاج الغذاء الملكي، نحن باعتبارنا متخصصون بإنتاج غذاء الملكي، في عم نتعامل مع هلأ حاليا مع 200 خلية نحل، 100 خلية أمامية و100 خلية خلفية. نعم. 100 خلية الأمامية عم نحاول ندعم 100 خلية الخلفية، ندعم 100 خلية الأمامية. عم تصير الخلايا عم تصير الأمامية مدعمة بالحضنة قبل الفقس وبغبار الطلع، لأنه اللي بينتج الغذاء الملكي هو النحل صغير السن. عم نجي حاطين هالمئة خلية صافين وصفة واحدة كلهم ومئة خلية وراهم. عم نجي نحن رح نحكي على خلية، والخلية مثل عينة للمئة خلية حتى نوضح الفكرة بشكل صح. نعم. استاذ عبد الله، يعني اكيد بدنا نتحدث وندخل اكثر بتفاصيل هذه الخليه، لكن بدايه بدنا نشوف سوا هذا التقرير حضرتك والمشاهدين عن الغذاء الملكي وكيفيه تحضيره، بعدين نرجع لندخل بتفاصيل هذه الخليه. متابع مشاهدينا هذا التقرير وبنرجع. الغذاء الملكي سائل يميل لونه إلى البياض، يشبه اللبن الكثيف أو القشدة، تفرزه الشغالات لتطعم به الملكة واليرقات. طعمه حار حمضي وسكري قليلا، يذوب في الماء جزئيا، كثافته 1.1 في المتوسط. الغذاء الملكي هو الذي يحدد مستقبل اليرقات المؤنثة، فإذا غذيت عليه طيلة الطور اليرقي 5 أيام أصبحت ملكة طويلة ورشيقة، مبايضها كاملة وخصبة. وإن غذيت عليه لمدة 3 أيام فقط واستكمل غذاؤها بحبوب اللقاح الممزوجة بالعسل أي خبز العسل، أصبحت شغالة عقيمة مبايضها ضامرة. يوجد الغذاء الملكي بكميات كبيرة في البيوت الملكية التي يبنيها النحل لإنتاج الملكات في حال فقدان الملكة الأم. وبعد أن ظهرت القيمة الغذائية والعلاجية لهذا الغذاء، اتجه الكثير من النحالين إلى استخدامه من بيوت الملكات والتي تبنى طبيعيا بكثرة في مواسم التطريد. والغذاء الملكي سريع التلف، إذ يتأثر بالحرارة والضوء والهواء ويتدهور بسرعة على درجة حرارة عادية،
وبعد عدة أسابيع يصبح لونه أصفرا أو بنيا برائحة قوية لتحلل البروتين، وتزداد سرعة التحلل بزيادة الرطوبة الجوية والتي تساعد على تكاثر جراثيم العفن. ويدخل الغذاء الملكي في الكثير من العلاجات الطبية والصحية والمكونات الغذائية نظرا لغناء بالبروتينات. كملين معك استاذ عبد الله، يعني كنا عم نحكي هلا تحت الهواء انه حضرتك متخصص بالغذاء الملكي بالساحل السوري، يعني لك بصمتك بهيدا المجال. بالنسبه للغذاء الملكي، شو بدك تخبرنا عن يعني الفرق بين العسل الممزوج بالغذاء الملكي والغذاء الملكي الخالص بشكل عام؟ طيب هلا احنا عم نحكي كنا انه بالنسبه لانتاج غذاء الملكي، احنا الغذاء الملكي حاطين مثل ما حكينا 100 خليط نحل. جينا سحبنا هالملكه، وقت بنسحب هالملكه قبل ما نسحب الملكه بننزل هالبرواز مثلا برقم خليه 90. نزلنا لها البرواز، الفكره نزلنا لها البرواز بتضل حتى يتالف مع رائحه الخليه. بنرجع بعد 6 ايام بنفتح خليط النحل، بكون النحل عامل ملكات عشوائية. هالملكات العشوائية اللي عاملها نرجع لحنا بعد 7 أيام بصير منخرب له كل هالملكات هذه. بهال7 أيام لحنا مدعمين هالخلايا اللي بدنا ننتج منها غذاء ملكي، مدعمينها بنحل صغير هالسن بكون معظمه فقس وطلع وفيه غبار طلع. نرجع مننظف الخلية، من بكون لا في بقى ما موجود داخل الخلية لا بيضة ولا يرقة ولا شرنقة. بصير جوات الخلية هالملكات كلها خربناها، منشيله لهالبرواز هذا محمل بالكؤوس ومنرد منحطه على طاولة في فريق كامل متخصص. نجي منشيله لهالبرواز مننقل مثلا مثل هذه، منشيل منجيب 10 غرامات غذاء ملكي ومنحط لها مي مقطر، منحطها بالقطارة ومصير مننقط على كل عين سودا. قديش دقيق هذا الشغل؟ تماما تماما دقيق تماما. هلا عم تخبرنا عن طريقة الانتاج حضرتك. عن طريق الانتاج بالنسبة للغذاء الملكي. عن طريق الانتاج تماما، منحط نقطة بنقطة 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 للكل. بعد ما منحط نقطة الغذاء الملكي في عنا ملكات بياضة زيادة، منكون هي حاطينها وعاملينها مثل مبدأ مفصلة. البرواز بيقلب منشيلها منحطها هيك على الطاولة بشكل جيد، ومنجيب ريشة دقيقة حساسة عيار 0، منصير منشيل اليرقة من ظهرها عفوا منجيب الريشة منشيلها من ظهر اليرقة بقطر الشعرة. بدنا نشيلها ونسبحها بقلب الغذاء الملكي الممدد، منضل منسبح الكل. شو بتتحمل الخلية؟ برواز 2-3 حسب قوتها. بشكل تقريبي 100,000 لازم ننزل 3 براويز محملة. 100,000 بكون بشكل تقريبي معظم النحل شي 70-80,000 نحل صغير السن. بيتراوح أعماره من 5 أيام لل15 يوم، لأنه هو اللي بيقوم بعملية إفراز غذاء الملكي عن طريق الغذاء. نرجع بنحط له البرواز، نحن وقعد منجيب شمع نحلي، منجيب شمع نحلي منعرضه شوي للحرارة وبنعمل له هيك بنضربه هيك شوي، وقت بنضربه هيك بشكل ضفر، هالضفر اللي بشكله بصير قبول اكثر عنده للنحل ليجمع اكبر كميه غذاء ملكي. بنشيله لهالبراويز بنعمل مثلا شو بتتحمل خليه 1-2-3 كل شيء بننزله على قده. بعد ما بننزل هالبرواز هذا بنعمل الى اطباره الخليه، الى اطباره نزلنا البرواز مثلا بيوم كذا بساعه كذا بساعه كذا، منرد منشيله لهالبرواز هذا. وقت بدنا نحطه داخل الخلية بدنا نلفه، يا بده يكون معنا شمسية بيضة يا أما بده يكون في معنا شقفة بيضة، لأنه هاليرقات الحساسة بتتأثر بأشعة الشمس. أو بدنا نشتغل تحت ظل، بده يكون الموضوع تحت ظل لأنه الحرارة بتأثر. منرد منشيله لهالبرواز
ومنرجع مننزله للخلية. بعد 3 أيام 72 ساعة تماما وقت منكون جوات الخلية هذا البراز، الكأس كل يوم كل كأس بدها تزوره، كل كأس من هذا مثلا هذا في 40 كأس كل يوم بدها تزوره، كل يوم لكل كأس 1000 نحلة 1000 نحلة بدها تزوره وتوضع بقلبها غذاء قديش ما دقيق وقديش ما حساس تماما تماما. هذا الغذاء هذا مثلا هذه مثلا فيها 20 برواز 20 كأس 20 كأس معناتها بدها تزوره 60,000 نحلة عن 3 أيام 60,000 نحلة صغيرة السن أول يعني يوم. فعلا هي عملية معقدة كتير أستاذ عبد الله، ومجتمع النحل بحد ذاته هو مجتمع معقد ويحتاج إلى هذه الدقة لاستخراج طبعا الغذاء الملكي اللي عم تذكره حضرتك متخصص فيه. خلينا نحكي عن المدة أستاذ، يعني هذه العملية بهذه الدقة، خلينا نحكي عن الأيام قدي مدة الأيام، وأيضا الساعات أنت كمان عم تذكر كنت بالساعات، وأيضا في وقت محدد يمكن بالأشهر من خلال لإنتاج الغذاء الملكي، نتحدث عن هي التفاصيل، المدة أيضا قد بتحتاجوا لوقت لهذا المجهود الدقيق وايضا الكادر، يعني كم شخص ممكن يدخل بهذه العمليه ولا في اشخاص محدده بيكونوا مؤهلين؟ هلا هو في انا واخوي نبيل وبالاضافه معنا كادر، نحن هالموضوع هذا اذا بتسمحي لي بس اكيد تفضل الله يعزك، اذا هالموضوع هذا بعد ما منشيله ونحط هالغذاء هذا في طاوله منشيله بعد 72 ساعة بيكون بأشفى قدته مثل حليب اللبن. 72 ساعة نعم. شو الفكرة بعد 72 ساعة بيكون بأشفى قدته مثل حليب اللبن أو بالعامية الشمندور. منشيله لهالغذاء قبل ما بدها تفقس هاليرقة بدها تتغذى، لحنا بنسحبه للغذاء. منجي شخص بشيل الكؤوس الشمعية وشخص بشيل اليرقة، لأنه هي اليرقة اللي قاعدة متسبحة على الغذاء الملكي النهر عم يحط لها تتغذى عليها، وشخص بشوف بشفط بنقوم بشفط الغذاء الملكي. بالإضافة بكون لحنا معنا مثلا منشيله هالغذاء من بعد ما منشيله منجمعه لهالغذاء بكون معنا شاشة بدنا نصفاه وننظفه من الرواسب الشمعية، منعباه بعلب صغيرة ومنحطه بدرجة برودة 15 تحت الصفر، بمعنى بالفريزة لازم نحط. بالنسبة لموضوع عمله للغذاء الملكي، الغذاء الملكي كتير حساس، والغذاء الملكي كمياته قليلة كتير وله أوقات معينة. هلأ أنا كان بودي مثلا لو كان وقته هلأ للغذاء الملكي جيب غذاء علبة غذاء ملكي ونعرف أكثر للإخوة المشاهدين، بس ولكن ما وقته هلأ الغذاء الملكي، بده شي شهر ونص لتربع الدنيا. ما بيكون في مواد حافظة قبل يعني غذاء سابق؟ ما في مواد حافظة، ممكن تكون المدة تماما. هو ما نوم مع الأستاذة، هو كمياته قليلة جدا كمياته قليلة. هلأ بنحفظ بس ولكن دائما وقت بكون هلأ الشيء بكون في كميات كبيرة بكون إنتاج كبير بنحفظ، بس ولكن موضوع قد ما بكون تازة قد بتكون فوائده أحسن. نحن عم نحكي على الغذاء الملكي البلدي الأصلي بس ولكن هذه هي شغلة. الشغلة الثانية هلأ الغذاء الملكي، الغذاء الملكي إذا بدنا نحكي نقول إنه الغذاء الملكي اسمه غذاء الملكة كل يوم الملكة كل يوم الملكة بتوضع بيوض بشكل تقريبي من 1500 بيضة ل 3000 بيضة وكل يوم بتوضع بيوض إنه من 1500 بيضة ل 3000 بيضة وبشكل تقريبي بتعيش من 3 سنوات للسبع سنوات. نعم. لذلك أطلقوا على العلماء للغذاء الملكي غذاء السحري. هي شغلة. هلأ لحنا بدنا نقول نضرب مثال. إذا جبنا هلأ لحنا من خلال الشيء عم نشتغله ونشوف كيف النتائج. إذا جبنا 100 بيضة. نعم. 100 بيضة نحلة وحطيناهم. نعم. 50 أستاذ عبد الله، يعني عذرا المقاطعة مرة تانية، أكيد بنرجع نحن نتابع تفاصيل أكثر، لكن نروح لفاصل صغير ومنرجع نتابع حوارنا مع حضرتك. مشاهدينا فاصل صغير ومنرجع. Thank you.
مشاهدينا اكيد بنعتذر عن هذا الفاصل الصغير. اكيد بتمنى لزميلتي ويقام السلامه. رح تابع حواري مع الاستاذ طبعا استاذ عبد الله. كنا عم نحكي نحن باستخراج الغذاء الملكي وسميته بالغذاء السحري طبعا نظرا لاهميته ونتائجه وفوائده الكثير هامه والضروريه. بنتابع الفكره اللي كنا عم نحكي فيها استاذ عبد الله. تفضل. تماما. بالنسبة للغذاء الملكي مثل ما حكينا انه منحط المية خلية نسحب الملكة النحلة بشرب اليتم من بعد 6 أيام نرجع بتكون سكرت اليرقات تسكرت ما بضل موجود لا يرقة لا بيضة ولا شيء داخل الخلية. هل برواز هذا مرد بنشيله منحطه مرد مثل ما حكينا مرد من رجع. البرواز حطيناه اول البرواز المحمل بالكؤوس الملكية حطيناه 72 ساعة. في شغلة هلا نحن بنحط الخلايا اللي عم نحكي عليها بالنسبه للغذاء الملكي ما فينا نشتغل فيها الا بين يا الاربع مرات يا الخمس مرات. ليش؟ لانه النحله عمرها قصير بتعيش بالشكل تقريبي 45 يوم. النحل وقت بده يشوف ما في ملكه لانه نحن عم نشتغل على خلايا نحل بدون ملكات حتى النحل يلجا يعمل كؤوس ملكيه ونشيل الغذاء الملكي. اذا النحل ما بشوف في ملكة داخل الخلية مباشرة ما مرتاح يعني خلية بدون أم بيت بدون أم تماما. اثنين لحنا شلنا أول مرة الغذاء الملكي خلال 15 يوم بدنا نقسم 72 ساعة لل 15 يوم. بعد 72 ساعة بتضمر عندها الغدد الفكية للغذاء الملكي وبتنمي عندها الغدد الشمعية. نعم. خلال هالمرحلة النحلة خلص دورها بالنسبة لموضوع غذاء الملكي. بتنمي عندها خلايا شمعية. هالفترة هذه لحنا باعتباره النحل عمره قصير وما موجود ملكة خلال 15 يوم بجوز الملكة تذكر بصير في أمهات كاذبة بتذكر. بس بينما لحنا مباشرة شو بنعمل بها الحالة الملكة اللي بدنا نشيلها هي برواز نحل منحطها على بعد 100 متر وتشلنا وقت عم نعمل الغذاء الملكي شلنا الملكة مع برواز نحل. نعم. حطينا على بعد 100 متر من الغذاء الملكي بهالمية خلية الموجود فيهم ملكات. هلأ لحنا إذا جبنا رقم 10 وجبنا خلية شايلين الملكة مع البرواز من رقم 10 ما فينا بقى نرجع على رقم 10 لأنه صارت هديك رائحة شيء وهي رائحة شيء. نعم. خلية شو منعمل منجيب النحل صار لعلى التعيين بالنسبة للملكات بدنا ننزله محل الخلايا عم يشتغل أنتج فيهم الغذاء الملكي. نعم. منجيب جريدة منثقب الجريدة ومنحط طابق ثالث ومنجيب ملكة منجيب ملكة مع البرواز محمل بالكؤوس منحطه. شو بده يصير بهالحالة هذه نفس الخلية من تحت ومثقب الجريدة عم يختلط النفس مع بعضه. شو بيعمل النحل وقت بيختلط مع بعضه بشم رائحة الملكة مباشرة بثقب الجريدة وبتنزل الملكة لأنه هو بده الملكة ما عنده بيوض حتى يحافظ على المملكة داخل الخلية. أكيد يحتاج إلى الملكة. تماما بيحتاج إلى الملكة بيوضع بترجع الملكة بترجع بيوض مرد بنرجع على المجموعة الثانية هي المية الخلية 100 خلية الثانية. نعم. هلأ الغذاء الملكي في تعب في تعب تعب لأنه في شغلة وقت من أنتج غذاء ملكي حساب العسل لانه هذول المناحل مخصصين لانتاج غذاء الملكي. نعم. في يعني شيء حساب شيء بس ولكن مهما تعبنا ومهما خصصنا مناحل لانتاج الغذاء الملكي قليل على اتجاه النتائج اللي عم يقدمها. تمام. بس نحن عم نحكي في شغله عم نحكي كنا على الغذاء الملكي البلدي. هلا حكينا شوي بالنسبه اذا جبنا 100 بيضه قصمناهم كنا عم نحكي حطينا 50 بيضة بيض نحل 50 بيضة اتغذت على العسل والغبار طلع صار بشكل تقريبي مثلا نفترض 2 متر طول مثلا نفترض 2 سم وإذا اتغذوا 50 الثانية على الغذاء الملكي صارت 5 سم وصار الحجم أكبر وعم تعيش 7 سنوات زيادة. لذلك الغذاء الملكي
عامل ضجة بالعالم على فوائده السحرية. نعم. هي شغلة. بالنسبة لتناول الغذاء الملكي، غذاء الملكي نحن بدنا نحكي بشكل عام. بشكل عام لكل 1000 غرام عسل 10 غرامات غذاء ملكي، يعني بمعنى لكل 100 غرام عسل غرام غذاء ملكي. نحن عم نحكي لأنه الغذاء الملكي حسب بتاخد حسب كل حالة. إذا بدنا نحكي لموضوع الأطفال بشكل تقريبي أكيد يكون جرعات خاصة للأطفال، تماماً، خاصة للكبار تماماً. وطبعاً يكون له استخدامات خاصة، خصائص خاصة لكل حالة. لكل حالة. نعم. هلأ بشكل تقريبي للأطفال بشكل تقريبي 6-7 سنوات لكل 1 كيلو 3 غرام كافي. هذا من أنا عم بحكي من خلال المراجع العلمية والطبية، من خلال خبرة يعني ما شاء الله أستاذ عبد الله، يعني خبرة بمجال متخصص بمجال الغذاء الملكي، فأكيد رح تعرف كيفية استخداماته الدقيقة والإضافة كمان تماما. نعم. بالنسبة لحالات مثلا هلأ لحنا بدنا نحكي هلأ هو فوائده لا تعد ولا تحصى، بس بنحكي مثل عناوي هلأ كيف عم نشوف النتائج عم تكون سحرية من خلال اليرقات ومن خلال الممارسة عم تكون النتائج سحرية لصحة الإنسان. نعم. وظيفته باعتباره النحلة عم تنتج من الغدد مباشرة لجسم الإنسان للغدد، عم يروح أي غدة كسولة أي غدة تعبانة كله بيرجع لوظائفه بانتظام. بالنسبة عم نحكي كنا بالنسبة للتناول الغذاء الملكي للأطفال حكينا بشكل للكبار بشكل عام. هلأ في شيء علاجي، هلأ في شيء مثلا علاجي بتاخد مثلا مثل أمراض أكيد بالنهاية هو العسل والغذاء الملكي تحديدا هو مثل ما بيقولوا الدواء الشافي لأغلب الأمراض، أكيد للدقة طبعا المشغول فيها هذا الغذاء الملكي، وأيضا العسل الطبيعي. نعم. وأيضا اللي نحن عم نحكي بشكل خاص عن البلدي، لكن هلأ قبل ما ننتقل طبعا للحالات العلاجية أستاذ عبد الله خليني أخذ فكرة عن العسل الممزوج بالغذاء الملكي. تماما. يعني هل بتكون نفس الفوائد، هل عم بيكون نفس النتائج، أيضا نفس طريقة الإنتاج؟ بنحكي خلينا ناخذ فرق، هلا في كثير ناس بيقولوا لك هذا عسل طبيعي لكن في نسبه محدده او في كميه محدده من الغذاء الملكي، فاكيد بيختلف. هلا اكيد ما نحكي عن السعر، يعني هو لهي الدقه الغذاء الملكي هو الغذاء الجوهري والثمين. تمام. يعني بالسعر وبالنتائج. تماما. هلا مهما حكينا عن سعر وعن الغذاء الملكي مهما حكينا هلا ما في، هو بيطلع له على الدقه والنتائج. تماما. له بس، ولكن اليوم في تجاري التجاري. تماما. نحن عم نحكي على الغذاء الملكي كل شيء له وقت استاذه، هي طبيعه كل ما له معمل ما على طول في غذاء. تماما. بدون آلات، بدون اليد الانسانيه اللي عم تشتغل بتصير، بس بنصير نحن من انتج من الغذاء الملكي وتشتغل معنا الطبيعه، بس ما له معمل على طول، على طول متوفر له اوقات معينه بشكل تقريبي بالشهر الثالث للشهر السابع، بعدين ما بقى في غذاء ما بقى في. تماما. ما في. هلا ما تواخذين احنا المتخصصين معنا، هلا انا كان بودي انزعجت انه لو معي علبه غذاء ملكي نعرف الاخوه المشاهدين، بس شفنا بالتقرير يعني تماما كيف تماماً. بيكون لونه شكله لونه ايضا استخراجه. تماما. نعم. تماما. هلا بالنسبه لهالموضوع العسل، بالنسبه لموضوع العسل وقت العسل بينخلط معه غذاء ملكي بتوج العسل، يعني هلا في عنا حالات مثلا انا عم بحكي بشكل عام حالات مثلا لموضوع الغدد لموضوع تساقط الشعر لموضوع الجسم بشكل عام، مثلا 1 كيلو عسل حبة البركة مع 10 غرامات غذاء ملكي مع 15 غرام حبة البركة مطحونة، هاي لتساقط الشعر. هذه ما بس لتساقط الشعر، لتساقط الشعر وللجسم كله بشكل عام. نعم. لموضوع هذه الخلطة أستاذة لموضوع الغدد للجسم كله. نعم. ومجربة ونتائجها ممتازة. نحن في عند مثلا عندك هلا هو الغذاء الملكي عم يدخل على جسم الإنسان، هو عم يصلح بعدين يغذي أدق الشرايين بالجسم مثل العين والمخ. الغذاء الملكي اسم على مسمى، من يتناول غذاء ملكي يعيش شباب دائم. الغذاء الملكي مفيد لارتعاش اليدين
مفيد لتصلب الشرايين، مفيد لعضلة القلب. ينصح بتناول الغذاء الملكي بعد العمل الجراحي لأنه مرمم الخلايا. الغذاء الملكي مفيد للنضارة. الغذاء الملكي يعني مهما حكينا عن الغذاء الملكي القليل من الكثير. نعم. هلا للتنبيه استاذ عبد الله، يعني مشان نحن اكيد نحن والمشاهدين واللي كل حابب انه يحصل على الغذاء الملكي ما يوقع بمطبات الغش، خلينا نقول، او الغذاء التجاري، يعني هلا ببيعوا بالمحلات فقط من اجل التسويق. تمام. او الربح المادي، كيف نحن بنقدر نميز غير وقت الغذاء الملكي، غير هو غير انه هو بمده محدده، كيف نقدر نحن نميزه عن الانواع الاخرى اللي بتكون هي تقليديه او مغشوشه؟ هلا هو بالنسبه للغذاء الملكي، قبل كل شيء انا بنصح الاخوه المشاهدين واللي بدهم ياخذوا غذاء ملكي ياخذوا من مناحل، من نحالين، لانه عم يصير ما تواخذيني تجار وهم من التسويق. صحيح. يعني ومين عم ينضر؟ يعني هم من المحلات ياخذوا من اصحاب المنحل، من اصحاب المناحل. نعم. من اصحاب المعروفين ياخذوا حتى ما يقعوا مثل ما تفضلتي حضرتك. نعم. بالمطبات. اثنين، بالنسبه للغذاء الملكي وبده ياخذوا غذاء ملكي يكون مختوم، محطوط على لساقة شو نوع الغذاء الملكي، شو ايمت تاريخه، شو انتاجه، لانه هالموضوع هذا هلا استاذه في فرق كبير 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 كبير. نعم. بين التجاري وبين البلدي. البلدي اكيد. هلا الفرق اللي كبير كتير، المستهلك ما عم يعرف يميز، ما عم يعرف يميز. صحيح. انتبهتي كيف عم يطلب؟ سؤال يعني نحن مشان هذا التمييز حساس. مشكوره. نعم. على هالسؤال، لانه فعلا سؤال يعني كتير كتير. نعم. تماما. يعني بتنصح من اصحاب المنحله ويكون انه مختوم وتاريخ الانتاج. تماما. هلا استاذه عم يصير محلات عسل بس، ولكن لا عند مناحل ولا عند عسل، عم ينضر، عم بيكون عرض فقط، عرض فرض، عم ينضر المستهلك، عم يكون موضوع تجاري. صحيح. بس اما بالنسبه للغذاء الملكي في نحالين، انه وقت استاذه الغذاء الملكي وقد ما بيكون بوقته، انا من الشهر الثالث ببلش للشهر السابع، انا بده ياخذ كل، بنصح ورايي انا وجهه نظري يكون مختوم. العلبه مثلا فيها 10 غرامات تكون مختومه، معروف شو هي، ما ياخذها هيك عشوائيه. انتبهتي كيف؟ وبالاضافه النتائج هي اللي بتحكم. النتائج هي اللي بتحكم. بالنسبه للغذاء الملكي، هلا في اصحاب مناحل ومعروفه، بس عم يصير محلات غذاء ملكي وكذا، ما تواخذيني برجع وبحكي انه نحن اصحاب مناحل مثل ما عندنا غذاء ملكي من 3 اشهر. فبتروحي مليان الاسواق غذاء ملكي. تبعتك. بس نحن عم نحكي، نحن عم نحكي بالنسبه لهالموضوع. الموضوع الثاني بس يكون الموضوع مختوم. نعم. خلص ما في مشكله. هذا بالنسبه، بالنسبه لموضوع انواع العسل تنخلط مع الغذاء الملكي، كل عسل وله لشي معين. هلا فينا نقول نحن بالنسبه، هلا في حالات مستعصيه مثل امراض السرطانات، احنا كنا عم نحكي من شوي انه 10 غرامات لواحد كيلو عسل بشكل عام، منشط عام للجسم رائع. هو الفكره بضل برمم الخلايا بالجسم بشكل عام. بس بالنسبه للحالات المستعصيه مثلا لفقر، طبعا لما بينخلط بالعسل الطبيعي بضل محافظ على قيمته الغذاء الملكي. تماما. بينحفظ بغض النظر عن المده والوقت. لا 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 بحق. بس بقول لك كلمه، هلا مع مرور الزمان بيتاثر. هلا سمكه اصطدناها من البحر، شلناها حطيناها بالفريزر، انا مصطاده مده محدده. تماما. نعم. تماما. دائما التازه فرق، بينحط وبده يتعتم، لانه الغذاء الملكي بيتاثر بالتركيب الضوئي. حسب المقادير. بنحط مثلا، حكينا مثلا لأمراض سرطانات بنحط 60 غرام، الأطباء عم يوصفوا 60 غرام، للحالات العادية بنحط 30 غرام، كل حالة وإلى المقادير المطلوبة لها. هيدي بالنسبة للغذاء الملكي. بس يعني نحن بصراحة بحكيكي بصدق أستاذة، نحن عم نسمع قصص وحكايات على الغذاء الملكي، يعني فعلا معجزة ربانية الغذاء الملكي. حتى برجع وبقول هلا مهما حكينا، وقت عم نشوف الفرق بالغذاء الملكي، البيضة عم تصير نفس البيضة، عم نشيلهم نفسهم، عم تشوفي الفرق وعم تعيش من 3 سنوات ل7 سنوات. هذا الشيء الحقيقة، يعني أنا شايف شيء، يعني عم نشوف شيء، يعني الحقيقة شيء مثل ما قالوا العلماء أطلقوا على الغذاء السحري. نعم. فعلا الغذاء السحري. بالنسبة هلأ في شيء بينحط، هلأ عم يدخل بمواضيع الإنجاب،
عم يدخل بمواضيع عديدة الغذاء الملكي، عم يدخل مواضيع البشرة علاجية والإنجاب وأيضا نعم التجميل والبشرة. تماما. هلأ بالنسبة للتجميل، هلأ ما في وصفة إلا موجود فيها العسل الطبيعي، وبيحذروا دائما على وجود العسل الطبيعي والغذاء الملكي اللي مثل ما ذكرت اللي بيكون الأصلي البلدي. يعني تماماً. هون نحن بنحكي دائما بهي الأخطاء اللي بيقعوا فيها كثير من الناس، التمييز وأيضا اللي عم يجي تقليدي، أيضا العسل عم بيكون غير طبيعي 100%، أيضا عم بيكون في بعض منه تقليدي ومغشوش، خلينا نقول نحن بهيك باللغه العاميه. تماما. هلا نحن بالنسبه لموضوع البشره، نعم نحن عم نحكي بالنسبه لموضوع البشره، هلا نحن بنقدر نميز من اللون استاذ. هلا نحن انتبهنا في ثلاث انواع والالوان. تماما. خلينا نحكي عن كل نوع وميزته. يعني تماما. هلا هو ثلاث انواع العسل، هذول ثلاث انواع لانه بحكم 2017 كان الانتاج قليل كثير. نعم. يعني كان الانتاج بالشكل تقريبي بشكل عام 15% كإنتاج، كان ما كان في إنتاج سنة. إحنا مثلا كان عندنا مثلا 4-7 أنواع 8 أنواع، هلأ ما في غير 3 أنواع. بالنسبة للعسل، العسل شايفين إحنا الأصفر والعسلي والغامق، كله العسل مختلف ألوانه مختلف. في عندنا العسل صاير ملون أصفر مثلا، بني غامق وإلى آخره. نعم. بالنسبة لموضوع التجميل، العسل الفاتح بينضاف على مقادير بشكل تقريبي 2-3 غرام غذاء ملكي، بصير العسل الفاتح بفتح البشرة والعسل الغامق بغمق البشرة. هلا لموضوع التجاعيد، ما كل العسل، كل العسل كويس بس بينحط كويس مع الغذاء الملكي، بس ولكن الفاتح بفتح البشرة والغامق بغمق البشرة. العسل الحمضيات بشكل عام معلومات كثير مهمة، ما بس عم ناخذ من تماما. العسل الفاتح بشكل عام ممتاز للبشرة، العسل الفاتح. أما في شغلة كمان أنا حابب أحكيها، بالنسبة لموضوع العسل، العسل عم يعرضوا بالمحلات، عم نسمع الحديث كيف عم يصير، إنه عم يشيلوا العسل ويحطوه ويشكل عيون سداسية داخل الصحن. ما معناتها إذا العسل شكل عيون سداسية صار أصلي؟ لا. لا ما معناتها. هلأ ما ضروري يعني؟ لا لا ما ضروري، بجوز يكون مخشوش 90% وبيشكل هاي العيون، بيشكل العيون بس. وين الفكرة؟ بتميز طبخ ولا داخل عمعدة النحلة، هلأ مغزينه بالسكر وكميات كبيرة بشكل عيون وطعمه سداسية، وطعمه هو العسل الطبيعي. لكن لا تماما. نعم. تماما. يعني هي هيدي الطريقة بتميز انه داخل عمعدة النحلة، بس ما معناته اذا شكل عيون سداسية معناته اصلي. لا. نعم. ما هذه بشكل عيون سداسية معناته داخل عمعدة النحلة. بالنسبة لمواضيع كثيرة مثلا، هذه بتميز الطريقة، بتميز الطريقة اذا كان العسل مطبوخ طبخ ولا داخل عم يغزوا عم يطعموا النحل سكر، هذه بتميزها. بس ولكن اذا شكل عيون سداسيه وطلع كله عيون سداسيه، تحبوا نشوفه؟ ما بعرف ولا ممكن اذا كان معنا وقت، تفضل معنا وقت نتابع كيف ممكن يظهر هاي العيون السداسيه على صحن. اكيد بده يكون صحن خاص، يعني ما اي صحن. لا لا، أي صحن بالاختبار، اي صحن، أي صحن. نعم. يعني ممكن يكون بلور او بلاستيك، ما في فرق. لا هو قد ما بيكون مثلا، قد ما بيكون. نعم تماما. نعم. بعد اذنك استاذ، هلا بعد ما تحط المي ترفعه بايدك ننتبه. تمام. تفضل. اي عسل لا على التعيين. نعم. هلا بس لحنا نعمل هيك، نشكل هيك وتشوفي بشرفه. يلا بس ضيق. تفضل. يعني اي عسل بغض النظر اصلي بلدي غير بلدي بتتشكل هاي العيون، كلها بتشيل عيون سداسيه كاني برواز نحل جوات العسل. نعم. وايضا كل الانواع، يعني هلا الانواع الموجوده اللي عندنا على الطاوله كله بتشكل. نعم. بس الناس شو صاير استاذه عم تقول انه والله خلص تشكل، انا ما تواخذيني معناته هو الاصلي، فهذا الشيء خاطئ 100%، مشان احنا ننبه اكيد الصح هو محور التحليل. نعم. فيني قوم فرجي لعند الاستاذ شكله هو ما رح تقدر توقف. بعد اذنك على الكاميرا هون استاذ، كاميرا 3 تفضل. واضحة استاذنا بعد اذنك.
نعم. هلأ نحن كيف شو هي الحالة اللي عم نشوفها؟ نعم بعد إذنك ما فيك تقوم تماما شايفة كيف؟ نعم. هاي العيون السداسية. سداسية نعم. ما معناتها إنه العسل أصلي. نعم. بس عم يجوا يقولوا لهم عم يقولوا لهم للزباين إنه خلص عيون سوء معناتها تماما أصلي. إنه هيدا هو خلينا نقول يمكن الاختبار اللي ممكن يأكدوا إنه إذا المخلص. أصلي أو غير أصلي، ولكن هو ليس له علاقة بهذا الموضوع تماما. مثل ما ذكرت هاي النصائح اللي قلتها حضرتك خلال طبعا حديثنا نحن أكيد. نعم. الحديث عن العسل وعن الغذاء الملكي هو حديث شيق وممتع وعميق دقيق، يعني فعلا يحتاج ليس فقط إلى نصف ساعة من الوقت وإنما إلى ساعات طويلة كتير. أستاذ عبد الله نحن مع الأسف يعني داهمنا الوقت وكنا نحن بنتمنى نعرف من حضرتك، لكن أكيد نتشكرك على المعلومات اللي قدمت لنا إياها وأيضا سمع. على النصائح اللي قدمت لنا إياها بخصوص العسل والغذاء الملكي، وإن شاء الله بحلقات قادمة منغوص أكثر بتفاصيل الغذاء الملكي. وشكرا لك حضرتك عبد الله عقدي المتخصص بإنتاج الغذاء الملكي، شكرا لك وشكرا لحضورك. شكرا لكم وشكرا لأسرة قناة أغريت. شكرا لك أستاذ عبد الله. الله يعزك. شكرا. هلأ